السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين اللي هو عاداتكم الغذائية. اليوم إن شاء الله عندنا فقرتين، الفقرة الأولى راح تكون عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم راح نتكلم عن الغذاء وأهمية الغذاء وكيفية النزول في الوزن بسبب الغذاء، وكذلك كيفية تحسين العادات الغذائية والوصول إلى أفضل طريقة أنك تغذي فيها جسمك وتستفيد من الغذاء اللي أنت قاعد تتناوله. أول شيء طبعاً بالنسبة حق اللي هو الغذاء، عندنا أكثر من طريقة أو أكثر من حمية غذائية أو أكثر من عملية دايت أو رجيم نقدر نتبعها. في عندك أول شيء اللايف ستايل، ايضا عندك اللي هو الكيتو، ايضا عندك الزيرو كارب، ايضا عندك الهاي كارب، ايضا عندك اللي هو الهاي بروتين. طبعا في عندنا امور كثيره، وافضل هذه الطرق حسب انت، حسب هدفك، حسب جسمك شنو يحتاج، حسب انت شنو تبي توصل له. ولكن ممكن بعض الامور او الحميات الغذائيه تاثر عليك سلبا، يعني بمعنى الكيتو دائما يكون هاي بروتين هاي فات، ولكن ويكون لو كارب، جدا قليل الكارب، ونسبه الكارب ما تتعدى في الوجبه الواحده ممكن 10 جرام او اللي هو الخمسة جرام، بسبب ان النظام الغذائي هذا يعتمد على البروتين وكذلك على الدهون، فبالتالي الوزن او الجسم راح يتغذى على البروتين وعلى الدهون. صحيح راح تنزل في الوزن بسبب انك عملت زيرو كارب او قطعت الكارب او قللت الكارب بصوره كبيره، ولكن ممكن تلاحظ ان الشخص يكون تعبان وايضا يكون خامل، فبالتالي عدم توفر الطاقه الكافيه الموجوده في جسمه على اساس يؤدي روتينه اليومي بسبب عدم توفر الكربوهيدرات اللي تساعده بشكل كبير على امداده في الطاقه. فبالتالي انت عندك افضل طريقه اللي هي اللايف ستايل. اللايف ستايل اللي هو يكون عباره عن تتناول جميع انواع الاغذيه، البروتين، الكربوهيدرات، الالياف، المعادن، ايضا عندك الفيتامينات، يعني بشكل عام تتناول جميع انواع الاغذيه ولكن باعتدال، بمعنى ان كميه الغذاء اللي تختارها تختار كميه الغذاء اللي تناسب جسمك، الكميه اللي يحتاجها جسمك، الكميه اللي ما تتحول الى دهون، لان بعض الاشخاص لما يتناول بكميه كبيره، انت حتى لو اتبعت مثلا اللي هو حميه غذائيه وتناولت وجبات كبيره فوق احتياج جسمك راح تتحول الى دهون، مو معناته انا تناولت وجبات ما فيها دهون خلاص جسمي ما راح مثلا تزيد نسبه الدهون فيه، لا راح تزيد، لان انت قاعد تتناول غذاء فوق احتياجك، فالغذاء الزائد هذا اللي فوق احتياجك راح يتحول الى دهون. فبالتالي افضل طريقه اللايف ستايل تختار الغذاء اللي يحتاجه جسمك او الكميه اللي يحتاجها جسمك من جميع هذه انواع الاغذيه وتتناولها بحيث تساعدك بشكل كبير على تغذيه الجسم وعدم فقدان اي نوع من الفيتامينات او النزول في الكربوهيدرات او الطاقه او البروتينات او المعادن اللي يحتاجها الجسم على مدار اليوم. فحاول انك تحدد هدفك، حاول تختار النظام الغذائي اللي انت تحتاجه، وايضا اختار النظام الغذائي اللايف ستايل ولكن يكون نسبه الدهون قليله فيه ونسبه الكربوهيدرات او السعرات الحراريه قليله فيه، وحدد كميه الوجبه، راح تلاحظ ان جسمك استفاد من هذه الوجبه وعدم تحولها لدهون ونزلت بشكل كبير في وزنك او انك ثبت وزنك بشكل وبالطريقه الصحيحه. وهذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم اليوم إن شاء الله تمرين، عبارة عن تمرين هذا راح أوضح لكم كيفية زاوية الذراع. فقط إذا غيرت زاوية ذراعك راح يستهدف تمرين آخر. طبعاً بعض الأشخاص ممكن يحاولون يستهدفون بعض عضلات الجسم أو بعض الأماكن، ولكن بسبب تغيير زاوية الذراع تلاحظ أنه راح تتحرك مع عضلة ثانية. أول شيء طبعاً معاي اللي هو الدامبلز زائد الكرسي الموجود اللي هو أو البنش المايل، فهذا راح يساعدني على تأدية التمرين بشكل صحيح. التمرين الأول راح يكون عبارة عن تمرين حق عضلات الظهر. لاحظ، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة. لاحظ، هذا التمرين راح يستهدف عضلة اللاتس أو عضلة البيطان. لاحظ، هذه الزاوية أثناء نزول ذراعي هي اللي قاعد تتحرك معاي بهذه الطريقة. هذا التمرين استهدفت فيه عضلة اللاتس أو عضلة البيطان بهذا الشكل. الحين طبعاً مجرد بس أغير زاوية الذراع راح استهدف عضلة الأكتاف الخلفي. لاحظ، نفس زاوية جسمي، نفس طريقة حركة جسمي، ولكن فقط تحريك حركة أو اختلاف حركة الذراع بهذا الشكل. لاحظ، هذا التمرين استهدف لي عضلة الأكتاف الخلفي من هذه المنطقة. لاحظ، بهذا الشكل استهدف عضلة الأكتاف. التمرين الأول كان بهذا الشكل، استهدفت عضلة اللاتس أو البيطان. التمرين الثاني بهذا الشكل، استهدفت عضلة الأكتاف الخلفي. طبعاً لاحظ اختلاف هذه التمارين أو اختلاف حركة الذراع تساعد بشكل كبير على اللي هو استهداف عضلات أخرى. الحين أيضاً راح أشرح لكم على تمرين اللي هو عضلة الأكتاف. نفس التمرين ولكن تغيير زاوية بسيطة أو نزول بسيط، هذا التمرين يسبب إصابة التمرين الآخر، يخدمك 100% أنه يستهدف عضلات الأكتاف. لاحظ هذول الدنابل الموجودين معاي، وأيضاً الجهاز راح أغير زاويته بهذا الشكل. راح أثبت جسمي بهذه الطريقة. لاحظ زاوية الذراع راح تكون بهذا الشكل، النزول والصعود بهذا المستوى. لاحظ زاوية ذراعي من هذه الزاوية، فقط النزول والصعود بهذا الشكل. الحين طبعا راح أبين لكم نفس التمرين ولكن طريقة ثانية ممكن تسبب لي إصابة. طبعا أنا ما أخذ وزن خفيف على أساس إنه ما تسبب لي أي إصابة في منطقة الأكتاف. لاحظ ممكن إني أنزل بهذا الشكل والصعود بهذه الطريقة. لاحظ زاوية الذراع اختلفت، زاوية الذراع اختلفت، نزلت أيضا بشكل كبير إلى الأسفل، هذا راح تسبب لك إصابة في المفاصل وفي الأكتاف. أما الطريقة الصحيحة مجرد أني حركت ذراعي بهذه الطريقة، ألعب بهذا الشكل، النزول على هذا المستوى والصعود بهذا الشكل. لاحظت الفروقات؟ طبعا فروقات نوعا ما بسيطة، ولكن هذه الفروقات والزوايا راح تساعدك بشكل كبير وتخدمك بشكل كبير انك تلعب التمرين بطريقة آمنة وتستفيد منه من دون ان تصاب في اي اصابات رياضية. واتمنى ان الشرح كان وافي ان شاء الله، ونلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.